أبو بكر الصديق لنبينا نعم رفيق، اختاره الله ليعينه وقت الضيق. أبو بكر الصديق نبينا نعم رفيق، اختاره الله ليعينه وقت الضيق. الصاحب في الأسفار مستودع الأسرار، بماله وبنفسه يفتدي المختار. في رحلة الغار رأى به جحور، خشي من الحيات ووقوع المحذور. سد الجحور بثوبه بعد أن مزقه، بقي جحر سده. أبو بكر برجله تعب النبي فنام، وهما في الغار لدغ الصديق برجله وفد المختار. على وجه النبي سقطت دموع رفيقه، فصحى من نومه سائلا عما به. قال إني الذي فداك أمي وأبي. مسح النبي عليه من ريقه فشفي، من ريقه فشفي.